الولايات المتحدة أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على جميع المرشحين الجمهوريين الآخرين في سباق الرئاسة الأمريكي. وحصل ترامب على نسبة 54% من الأصوات مقابل 17% فقط لخصمه الرئيسي في الانتخابات التمهيدية رون دي سانتيس، فيما حصد جميع المرشحين الجمهوريين الآخرين مجتمعين على 17% من الأصوات، بمن فيهم نائب الرئيس السابق مايك بانس. مجدي يازجي ينضم إلينا من واشنطن. مجدي، هل بالضرورة هذه الأرقام مؤشر حقيقي لما سيأتي في الأشهر المقبلة؟ يعني فضيلة، في الحقيقة هي الحالة الداخلية الأمريكية تقول أن ترامب سيعود مرة أخرى جديدة ليمثل الحزب الجمهوري على الأقل حاليا في هذه اللحظة، وفي الانعكاس للأجواء الداخلية الأمريكية. وهذه الأرقام التي أشرت إليها وفيها تقدم لترامب على أقرب منافسيه وهو دي سانتيس بحوالي 37 نقطة هي أرقام حقيقية جدا، ويبدو أنها ثابتة. وبعد كل المحاولات القضائية للنيل من ترامب، يبدو أنه لا يزال يتقدم بخطى ثابتة إلى انتزاع بطاقة الحزب الجمهوري، علما أن عملية التصويت لم تبدأ بعد، وعلما أنه لا يزال هناك هامش صغير في الأشهر المقبلة لأن يكون هناك قلب للطاولة من المرشحين الجمهوريين الآخرين. ولكن لا يحدث أي شيء على الطاولة من قبلهم، لا يوجد أي هجوم مباشر من المرشح الأقرب له أو من المنافس الأقرب له وهو دي سانتيس أو حتى مايك بنس. الكل حذر جدا في التعاطي مع ترامب من المنافسين الجمهوريين، والكل يخشى. وبالتالي بحسب هذا الاستطلاع للرأي الذي نشرته أيضا صحيفة نيويورك تايمز، أن الأمريكيين الجمهوريين تحديدا فضيلة يفضلون ترامب على بقية المنافسين لأنه بين مزدوجين مرح، لديه شخصية مرحة، يتعامل مع الخطاب السياسي بطريقة فكاهية وكوميدية، وتلقى يعني الكثير من القبول لدى الناخب الجمهوري الأمريكي. وأيضا هناك، أزيدك من الشعر بيت آخر، هناك استطلاع آخر لحق بهذا الاستطلاع وقال أن بايدن وترامب حاليا في مواجهة عند 43 نقطة مئوية لكل منهما، في تساوي أيضا مع الرئيس الحالي فيما لو كررت هذه المواجهة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبالتالي يبدو أن ترامب يسير بخطى ثابتة والرأي الداخلي يدعمه بشكل كبير. فضيلة، شكرا. مجدي يازجي في واشنطن.